عزوني إعلامية متخصصة في الشأن الفلسطيني. يعني أنا وفلسطين شوي قصة يعني، وما إلها نهاية طبعا، مش زي الأفلام. فسعيدة جدا بتواجدي معكم. يعني أشوف بعض الأسامي، كنا معا في دبلوم دراسات الفلسطينية، وفعلا يعني إشي رائع أنه في منعطفات مثل هيك، أنه محاضرات معرفية أكاديمية نلتقي فيها مع بعض، مشان إشي يعني على الأقل يمكن، يعني يمكن أن نقول عنه أنه نبيل يعني على الأقل. فطبعا هي قضية مقدسة، وبشعر بالفخر وبالشرف وبالسعادة كمان. يعني هيك كأنه هرمون الأندورفين في الدماغ، يعني اللي هو هرمون المتعة، لأنه فلسطين بالنسبة لإلي أجمل بلد، أجمل قضية، وبتستحق يعني عن جد كل إشي. فسعيدة جدا بهاي المحاضرة، إن شاء الله يعني أنه يكون في هيك تبادل يعني أفكار ومناقشة في خصوص هالملف. ما بعرف إذا كان الصوت كتير عالي أو يعني منخفض، كيف هو الصوت؟ يعني بتمنى أنه يكون في يعني تفاعل. أوكي، يعني الصوت جيد، تمام. أوكي، فالمحاضرة عن المجتمع الإسرائيلي، فبنية المجتمع الإسرائيلي تحديدا، التركيبة الاجتماعية. فأبدأ يعني، ممكن أكون شوي بطيئة يعني عشان الأستاذ سامر يلحقني مع الصور. أقول صور لأنه يعني عملت تحديدا على صور وثائقية، يعني أحيانا ممكن لأول مرة بنشوفها، يعني كمان مع القصة بين قوسين يلي يعني تصاحبها، عشان يكون في كمان ميموريزيشن أحسن، يعني عشان تبقى في الذاكرة، أنه يكون في بصري مع المحتوى يعني مصاحب. فلما نتحدث عن المجتمع الإسرائيلي، نتحدث عن عاملين أو ثلاث عوامل، يعني خلينا نقول عاملين ركيزتين في فيما يخص المسألة اليهودية والمجتمع التي تحولت فيما بعد إلى مجتمع، وهو مجتمع استيطان. فنتحدث عن مركزية الأرض في المجتمع الإسرائيلي، خلينا نقول في الذهنية اليهودية قبل ما تصير مجتمع. الأرض مفهوم مهم جدا بالنسبة للعقيدة اليهودية، بالنسبة للفكر الصهيوني فيما بعد، بما أنه استغلها، أليس كذلك؟ وتم احتلال فلسطين باسم الأرض. فلما نتحدث عن الأرض، نتحدث عن فلسطين المحتلة، نتحدث عن أرض كنعان، نتحدث عن من النيل إلى الفرات، نتحدث عن الأرض. إذا دائما يرجع مفهوم الأرض بدون حدود، أو هناك حدود وضعها بعض يعني رجال الدين اليهوديين فرضا، يعني فيما يخص ما إجا في التوراة بخصوص أرض كنعان. فالأرض مهمة جدا، يعني بغض النظر عن المعنى القيمي يعني، وكيف تم استغلال ذلك، وكيف نقتل الإنسان باسم الأرض، وكيف نلغي ابن الأرض باسم الأرض. يعني هي مسألة ثانية، هي مسألة أخلاقية طبعا. العامل الثاني هو الإنسان اليهودي. يعني أنا ما راح أحكي كثير على الإنسان، يعني مركزية الإنسان اليهودي، لأنه راح نشوفها بمحاضرة ثانية يعني إن شاء الله باسم المؤرخين الجدد. فاليهودي مهم جدا بالنسبة لليهود، بما أنهم يعتقدون أنه بين قوسين ابن الله في بعض يعني التفاسير، على أنه إنسان مقدس، إنسان يمكن أن نقتل، وسنرى بعد ذلك هذا، يمكن أن نقتل لكي ننقذه، يمكن أن نقتل إنسانا آخر، يمكن أن نلغي إنسانا آخر ونحكي عن إنسان، وهذا الإنسان مش موجود في الأرض منذ عدة قرون على الأقل. يصير الهجرة شيء مهم جدا في هذه المسألة. إذن لإضفاء نوع من الشرعية على الإنسان فوق أرض معينة، يجب أن تكون هنالك، أليس كذلك، هجرة إليها. ولكي تكون هنالك هجرة، يجب إضفاء شرعية. يعني بالنهاية هي حلقة، إنسان، أرض، هجرة، إضفاء الشرعية على تلك الهجرة. يعني إيجاد تفاسير، ورأيناها في المحاضرات السابقة لدكتور بدر والدكتور الذي قبله، يعني فيما يخص أنه كيف أن الصهيونية استغلت مفاهيم مثل العودة، مثل الأرض، الموعد، أرض الميعاد، التوراة، التلموذ، التقاليد اليهودية، المجتمع اليهودي، الشتات، يعني كل هالمفاهيم لكي تعيد إحياء الأرض في نفسية الإنسان اليهودي، رغم أن ذلك كان ضد التشريعات يعني اليهودية الأكثر قداسة بالنسبة لهم. فالهجرة
عامل مهم جدا. يعني مثلا أنا قبل سنوات كنت أتصور أن الهجرة نوع من الأمر الواقع، هاجروا يعني نوع من الحلقة في تسلسل تاريخي استيطاني احتلالي، لكن هناك مشكل في الصوت ربما. الصوت واضحين؟ تمام. ففيما يخص الهجرة إذن، عفوا يعني نسيت الفكرة. نعم معلش، نرجع للتسلسل. نعم كنت أقول أن الهجرة هي يعني حلقة من الحلقات، لكن الحقيقة هي أنها أكثر من ذلك. هي كانت الدافع لإقامة دولة الاحتلال، الدافع يعني الموتور، المحرك. يعني لو ما كان في دافع، أو لو لم تكن هناك هجرة لكان من المستحيل إقامة دولة الاحتلال. أعيد، لو لم تكن هنالك هجرة على مر قرنين من الزمن لكان من المستحيل إقامة دولة الاحتلال. وفهم ذلك للأسف يعني القادة الصهاينة، فهموا ذلك مبكرا جدا، فعملوا فعلا على الهجرة. وأول سفر أو الاستيطان الأول بدأ بهجرات متتالية، بعضها كان بين قوسين بريئة. يعني كان هنالك هجرة في القرن الخامس عشر سادس عشر إلى القدس، لكن كانت لم تكن صهيونية، كانت يعني مجموعة من المتدينين اليهود الذين كانوا يذهبون إلى القدس لكي يموتوا فيها ويدفنوا فيها وكذا، فلم تكن لذلك أي علاقة بالصهيونية. لكن بعد يعني قرنين من الزمن أصبح الأمر كذلك، مع زي ما شفنا من قبل جماعة أفافي زهيون، أي أحباء بنو صهيون، ثم بذلك بعد يعني مباشرة بعد ذلك الحركة الصهيونية. إذا كانت تظهر عندكم الشرائح مو مشكلة، يعني أنا عندي اللابتوب معي بما أنه هلأ، فممكن تقولوا لي أي يعني وين أنتم الآن، يعني أي صفحة، أي شريحة عفوا، الشريحة الأولى بتصور. أنتم الآن بأي شريحة فضلا، يعني الشريحة الأولى لم تظهر بعد. دكتور عمر فضلا، يعني أي شريحة أنتم الأولى؟ إذا كان أستاذ سامر فضلا، إذا أي تم تم أستاذة لينا تم. نعم الشريحة الثالثة. نعم تمام، اللي ما ظهرت عندهم راح تظهر، يعني بس ممكن مشكل النت يعني عند الزملاء. تمام، نحن بالشريحة الثالثة نتحدث عن أكبر موجات استيطان في القرن التاسع عشر. كانت هنالك موجات، شفنا السياق التاريخي في المحاضرات السابقة تحديدا السياق الأمني، أنه في فترة من الفترات كان هنالك وعي يعني مبكر جدا لدى قادة مثل هرتزل، أنه حيكون في مشكل مع المسألة اليهودية، مش مشكل مع اليهود ومشكل يكون ضحيته اليهود. فحدثت هنالك موجات هجرة، الهدف كان أكثر شيء يعني إيديولوجية اقتصادية أمنية، يعني كانت بدايات الاشتراكية، فالهدف كان نوع من بناء كيبوتس، بناء مستوطنة اشتراكية في فلسطين، والكل يعيش سعداء ويكونوا متساوون في يعني موارد الإنتاج وفي المرتبة الاجتماعية، بما أنه تكون نوع من البروليتارية الصناعية والزراعية. فتلك كانت الفكرة الأولية، لكنها كانت طبعا استيطان، لأنه يعني الفكرة تبقى دائما أرحل إلى أرض لكي أحتلها وأنفي وألغي الشعب الذي كان من قبل. فالهجرة الأولى صارت الموجة الأولى، يعني نتحدث عن آلاف البشر، كانت في 1883، وهي ما تسمى بالإنجليزية البولغرومز، يعني حدثت مع المجازر الروسية بعد مقتل القيصر واتهام اليهود أنهم كانوا وراء ذلك. فكانت هنالك فعلا سياق سياسي في أوروبا، كان هنالك حراك فكري أيضا مع حركة فلسفة التنوير وفلسفة الهسكلاء فيما بعد اليهودية، والتي تعني المعرفة. فأنا باعتقادي ما حدث في القرن التاسع عشر والثامن عشر كان فعلا استثنائي، يعني مجموعة من العوامل التي كانت ستؤدي يعني
بين قوسين بالضرورة إلى أن يكون شيء ما دراماتيكي في المشرق العربي في فلسطين، لأنها أرض مقدسة فهي معنية بكل هالغليان، يعني الأيديولوجي الذي حدث في أوروبا، ليس فقط إيديولوجيا طبعا أو حتى يعني إيديولوجيا، بما أنها يعني كان هنالك فكر إحلالي، فلسفة إحلالية، أنه الأوروبي له الحق في أن يستوطن ويقدم حضارة، وفي الحقيقة لا يقمع شعوب يعني شعوب العالم الثالث أو الشعوب يعني المتدنية في ذلك الوقت اقتصاديا ومعرفيا، هو فقط يقدم حضارة. فهنالك كانت عقلية سائدة في ذلك الوقت، ربما لو لم تكن تلك الذهنية لما قامت الصهيونية، لما وجدت شرعية لها على الأرض، بما أن الصهيونية تقول نحن نقدم نموذج حضاري أوروبي. فالموجة الأولى هي من 1882 إلى 1903. إذن بما أنه كان هناك اضطهاد مجازر، يعني أكثر من المجازر، يعني فعلا في هذاك الوقت يعني البولغروم أكثر من المجزرة ضد اليهود في شرق أوروبا، فطبيعي أن المستوطنين أو الذين هاجروا إلى فلسطين كانوا من روسيا، رومانيا وبولندا. إذن هي الموجة الأولى للهجرة. بعد ذلك هناك 1914، إذن مع الحرب العالمية الأولى قبلها يعني مباشرة، فهناك تسلسل، يعني بشوفوا أنه في تسلسل زمني. يمكن تفسير ذلك ليس فقط بالأسباب الأمنية في أوروبا، لكن أيضا أنه المستوطنين الذين أجوا بالأول لفلسطين وجدوا فعلا مناخا ممكن يستقروا فيه، أنه بدأوا يعني إنشاء الكيبوتسات وكذا، فكان هنالك يعني أمن نسبي، وكانت هنالك ردود إيجابية جعلت أن هناك موجة ثانية ولم تنقطع، عكس يهود آخرين. سنرى مثلا فيما بعد مع اليهود العرب أنه حدث العكس، يعني كانت هناك ردود فعل سلبية من قبل اليهود الذين كانوا المستوطنين الأوائل، اليهود العرب، فلما سمعوا اليهود الشرقيين الموجودين أصلا في أوطانهم لم يهاجروا بعد، ألغوا هجرتهم في بعض الحالات، وبعضهم وصل حتى المعسكر، معسكر النقل، سنتحدث عن كل هذا بالتفصيل، يعني آسفة إذا كنت يعني أمر سريعا على هاي المحطات. فهنالك ردة فعل إيجابية تجعل أنه هناك موجات متتالية من الاستيطان. الموجة الثالثة والموجة الرابعة هي أقل يعني كثافة. الموجة الخامسة أيضا معروفة من أكبر موجات الاستيطان إلى فلسطين المحتلة 1932-1944. نتحدث عن سياق ما بين الحربين، نتحدث عن خراب بعد الحرب العالمية الأولى، ونتحدث عن شعوب، يعني تعرفون لما يكون، وهذا عام يعني مش فقط في أوروبا، لما تكون يعني لما يكون في حرب، لا أمن، إرهاب وكذا، إما يتوحد الشعب ويتوحد ضد أقلياته، يصير هناك نوع من القمع، نظرية مؤامرة كذا، نجد من هو المتسبب في تعاستنا، أو أن هنالك دولة قادة رأي، يعني دولة إعلام كذا، يجعلون الأمر ممكنا، ونرى ذلك في دولة الاحتلال اليوم. يعني من المسؤول عن تعاسة بين قوسين المجتمع الإسرائيلي؟ هم اليهود الفلسطينيين، عفوا، هم الفلسطينيين، هم العرب، هم داعش، هم إذا نصدر أزماتنا، نجد دائما عدوا مشترك، أو تحاول الدولة توحيد الأمة، خاصة لما تكون متناقضة أو متشتتة الحال، أو مشتتة عفوا، الحالة الإسرائيلية، الحالة الأمريكية مثلا. وهذا يعني عام تقريبا، يعني فيما يخص السوسيو، يعني نفسية الشعوب. أنا في الشريحة الرابعة الآن، ما بعرف إذا كان متابعين. في الشريحة الرابعة يعني أخذت شهادة لبن غوريون، تعرفون ديفيد بن غوريون، رئيس دولة الاحتلال الأول، زعيم، يعني أنا بسمح لنفسي أن أسميه إرهابي، لأنه فعلا كان مباشرة وراء يعني المسؤول الأول والأخير عن التطهير العرقي الذي حدث في فلسطين تحديدا، هو يعني أكثر ممكن من أي قائد آخر.
لأنه في فترة من الفترات هو حقيقة كان هنالك، يجب أن نقول ذلك، يعني مش مشكلة أن نعرف عن أعدائنا، لكن كانت هنالك ديمقراطية نسبية داخل المنظمة الصهيونية، لكن يعني على مر السنين لم تكن هنالك مشكلة. لكن مباشرة قبل بدء التطهير العرقي في فلسطين، نتحدث طبعا عن 70% من الشعب الفلسطيني الذي طرد وهجر وقتل وشرد وكذا وكذا وكذا، إحدى أبشع جرائم العصر المعاصر والتاريخ الحديث. ففي هذه الحالة كان بن غوريون أو الوحيد الذي اتخذ قرارات بمفرده، مع من نسميه أو من يسميهم المؤرخ الإسرائيلي الجديد إيلان بابي، المناهض للصهيونية والمناهض لدولة الاحتلال، يتحدث عن يعني عملية تم التصميم لها من قبل شخص أو شخصين أو ثلاثين، يعني نتحدث عن فعلا ثلة من الأشخاص ونفذوها. فهذا ما يجعل بن غوريون إحدى أخطر شخصيات دولة الاحتلال، ليس فقط لأنه كان طبعا نعم زميل رانيا إرهابي، لكن كان له عقلية عبقرية. صحيح تماما. إذن شهادة له يقول: نحن نوجه الدعوة إلى كل اليهود في سائر العالم لكي يجتمعوا حول يهود إسرائيل لمساندتهم في مهمة تنظيم الهجرة والتنمية. لم يقل الاستيطان، لم يقل الهجرة، ولكن تنظيم الهجرة، ذلك لأنه كان إنسان حذر جدا، يعني زي ما حكت زميرة رانيا هو عبقري، يعني أكيد كان يعني نوع من كان عبقري، كان مخطط، يعني زي ما هرتزل كذا كانوا مخططين كبار، فكان حذر جدا حتى في يومياته كذا كان يكتب بحذر. أكيد نعم. فهي من الشهادات، ولهذا وجدت أنه من المهم يعني إدراج هاي الشهادات، لأنها طبعا شهادة، يعني نتحدث عن جرائم حرب بالنهاية بالمعنى القانوني بالمعنى الأخلاقي، لكن أؤكد على المعنى القانوني، فلما يشهد الإنسان على نفسه فهذا طبعا يعني أكبر اعتراف، ولهذا من المهم أن نعرف عن هاي الشهادات يعني أيضا. طيب، الشريحة الخامسة، يعني وجدت ترجمة لمؤسسة الدراسات الفلسطينية قامت مشكورة بترجمة لقانون العودة الإسرائيلي، طبعا قمة السخرية، يعني قانون العودة عام 1950. قانون العودة كما تعلمون هو يعني أعطي الحق من قبل قادة دولة الاحتلال بعد تطهير العرقي، بعد أن أفسحوا المجال لذلك، بعد أن هناك يعني حيز مكاني وفضاء لذلك، فتحوا المجال لكل يهود العالم لكي يأتوا إلى دولة الاحتلال كمواطنين، يعني أن يحرزوا على المواطنة والجنسية وكل الحقوق، أن يصبحوا مواطنين عاديين. السخرية هنا هو أن تطرد ابن الأرض الذي له يعني على الأقل 6 قرون على الأرض، على الأقل، يعني هناك الأرمن مثلا، هنالك الشراكسة، هنالك وعلى الأكثر له يعني 4000 سنة، يعني كمان على الأقل، فتطرد هذا الإنسان وتأتي بإنسان آخر فقط لأنه ربما يعني احتمال أنه يهودي. ففعلا من أكثر القوانين يعني غرابة، أفضل أن أقرأه يعني نصيا. حق العودة يقول: يحق لكل يهودي أن يهاجر إلى إسرائيل، هذا حق. يعني تأشيرة الهجرة تكون تأشيرة الهجرة بموجب تأشيرة مهاجر، تمنح تأشيرة المهاجر لكل يهودي يعرب عن رغبته في الاستقرار بإسرائيل. إذن يكفي أن يعرب عن رغبته، يقدم طلب لذلك لكي يحصل على المكاسب، على الحقوق، إلا إذا كان يعني لأسباب أمنية طبعا، السكان والمولودون. نعم، إذن هي قانون العودة الإسرائيلي عام 1950، والذي بموجبه أيضا كان هنالك يعني مصادر للاستيطان تجف أحيانا وترجع أحيان أخرى حسب السياق الذي تعيش فيه يعني الشعوب اليهودية في العالم، حسب ما تعيشه هي كظروف يعني، وحسب المزايا التي تقدمها دولة الاحتلال أيضا. طيب، الشريحة الخامسة، إذن هنا تحدث عن موجات الهجرة، لكن ليس فقط كموجات، وإنما عن السياق الذي صاحبه في يعني التفسيرات الاجتماعية، الترجمة يعني القراءة والترجمة لهذه الهجرة على التاريخ الفلسطيني، على ما يحدث داخل دولة الاحتلال. فطبعا 1948
14 أيار تم إعلان قيام دولة الاحتلال. مباشرة بعد هالإعلان تضاعف عدد المستوطنين تحديدا. طبعا نرجع كمان للسياق، انه مباشره بعد الحرب العالميه الثانيه كانت افضل فرصه ربما للمنظمه الصهيونيه لكي تستجلب اليهود. هنا نتحدث عن يهود اوروبا الشرقيه، لانه كمان كانوا مضطهدين من قبل النازيه، يعني كان في يعني اضطهاد واستغلت ذلك الحركه الصهيونيه. لكن ايضا يعني عموم اوروبا، يعني يهود المانيا ايضا، يعني طبعا هذا يرجع للسياق كمان، كانوا فعلا خزان للاستيطان. الموجة الثانية من 1951 إلى 1969 هي حقبة زمنية يعني وعلاقتها بالاستيطان. فنتحدث عن 1,400,000 يهودي وافد، وهجرة يهود المغرب العربي، اليهود السفارديم، و 200,000 يهودي مغربي تحديدا، يعني من المغرب العربي كانت هنالك أكثرية مغربية. اليهود السفارديم، وسنرجع لذلك بعد قليل، هم يهود البحر الأبيض، تحديدا الحوض الغربي للبحر الأبيض الجانب الغربي للحوض المتوسط. هم يهود الأندلس في الأصل، تم تهجيرهم في موجات الإرهاب يعني بين قوسين المسيحي الذي حدث قبل يعني في القرن 15 القرن 16. يعني كانت هنالك مجازر كما تعلمون باسم الكنيسة بحق المسلمين واليهود، فغادر اليهود نعم محاكم تفتيش كانت جزءا من ذلك، نعم، وأحرق الناس أحياء، وكان هنالك تكفير، يعني فعلا عصور ظلام، فعلا كانت عصور ظلامية. فغادر اليهود الأندلس في نفس الوقت الذي غادره المسلمون. لكن يعني أنا تحديدا لا أستعمل كثيرا كلمة سفارديم، لأنه بالنهاية اختلطوا مع اليهود الشرقيين اللي هم المزرحين. فهنالك بعض الأكاديميين تحديدا يعني الأورو متوسطيين مثلا، فرنسيين كذا، يعني إسبانيين، يتحدثون كثيرا عن أو يركزون على السفارديم على حساب المزرحيين، لأنه يعني يشعرون أنهم أقرب إليهم فيما يخص الجغرافيا، وأن كانوا لهم تاريخ يعني استثنائي كذا. لكن أنا برأيي اختلطوا مع المزرحيين، فمش ممكن تفرق أو صعب أنك تفرق بين السفاردي والمزرحي، حدث هنالك يعني دمج. في هذه المرحلة والتي يسميها الباحثين بمرحلة الانغلاق، أعيد، من 1951 إلى 1969 فيما يخص المستوطنين، فيما يخص الاستيطان، فيما يخص قيام الدولة يعني بين قوسين، كانت مرحلة انغلاق. كل دولة لما يعني تنشأ، بغض النظر عن القيم الإخلاقية، طبعا نحن نتحدث عن دولة احتلال، ف لما تنشأ هنالك انغلاق على نفسها. الولايات المتحدة بعد إبادة، هناك من قال يعني في تعليق في المحاضرة السابقة أنه مش هنود حمر، الهنود الحمر هو جنس من أجناس الهنود الأمريكيين، فمعليش نقول يعني نسميهم الهنود الأمريكيين. بعد الإبادة يعني انغلقت، زي ما يعني تذكروا تاريخ الأمريكي، انغلقت الدولة على نفسها لكي تبني ذاتها. يعني هنالك أصلا هناك دافع أمني، يجب الانغلاق لبناء شيء ما، يعني يجب، هي نوع من الحماية الذات يعني أيضا، لأنه ما عندك يعني بالضرورة وسائل دفاع عن نفسك، يعني أنت يعني كيان فتي وفتي يعني. فمن جهة أخرى هنالك حاجة لبناء الهوية لأي شعب في بداية نشأة كمان مرة، فهي مرحلة الانغلاق. تم تطبيق مشروع مزوغ غالوث، وهو يعني بذلك هو يعني الاندماج، الدمج، يعني الانصهار، هي محاولة دمج كل الشعوب اليهودية، وأنا أؤكد على هاي الكلمة، يعني الشعوب اليهودية، لمحاولة بناء هوية مشتركة، أو على الأقل لكي فعلا أن تندمج فيما بعض يعني فيما بينها، لكي تختفي الاختلافات، خاصة أنها تناقضات نراها إلى يومنا هذا. ولا نستطيع أن نقول بهذا المعنى أن هذا المشروع قد نجح، بالعكس كما سنراه.
هنالك ايضا اذا تم تطبيق النموذج الاشتراكي، يعني كانت هنالك الكيبوتسات وهي المستوطنات، هي مستوطنات بمعنى الاشتراكي بمعنى الشيوعي، فكان كان يعني كانت لعقود، كان النظام الاشتراكي هو الذي كان مطبقا، ولهذا يعني حتى اليوم حزب العمل مثلا، هلا طلعت عندي سلايد، حتى حزب العمل وبعض الأحزاب الأخرى الاشتراكية تسمى بالأحزاب الصهيونية، يعني تسمعون معسكر الصهيوني، فذلك راجع لأن القادة الصهاينة الأوائل آمنوا بالاشتراكية وحاولوا تطبيقها في فلسطين المحتلة. نرجع إلى 1969، تمام، نتحدث عن جفاف تدريجي لمن صادر الاستيطان. سترون أن طيلة التاريخ الصهيوني أو يعني التاريخ الاستيطاني في فلسطين الحديثة، نعم، كان هنالك دائما يعني هناك موجة تأتي وجفاف، موجة وجفاف، رغم أن هنالك لا يزال ملايين اليهود في العالم، يعني ليس مش كأنه انقرضوا اليهود، يعني مش كأنه ما عاد في يهودي بالعالم، هنالك ملايين يهود في الولايات المتحدة، هنالك في نفس ذلك الوقت، يعني بعتذر كان بدي أدمج الإحصائيات هاي بس ما كان في فرصة، بس نفترض جدلا أنه 1.3 مليون يهودي هاجروا للولايات المتحدة في نفس الفترة التي هاجر فيها حوالي 3000 يهودي إلى فلسطين، 4000 فقط في نفس الفترة في نفس السياق الاستيطاني، فهذا مؤشر إلى يومنا، يعني حتى الهجرة العكسية يلي حنشوفها إن شاء الله يا ربي بالمحاضرة القادمة، كيف أنه فعلا تشكل مشكلة لدولة الاحتلال، وكيف أنه لم يستطع الكيان بعد أن يستجلب اليهود كما يحتاج وكما يريد وكما يعني تغذى ايديولوجيته. طيب نتحدث عن اليهود السوفيات فقط من كانوا يستمرون في الهجرة، يمكن أن نفسر ذلك، نعم زميل يوسف يقول 6 مليون أمريكي يهودي في أمريكا، نعم تقريبا يعني 50% من اليهود، بما أنه يعني كمان في 6 ملايين يهودي في دولة الاحتلال. طيب اليهود السوفيات يعني زي ما حكيت ممكن نترجم ذلك ل يعني له تفسير اقتصادي وأمني أيضا، أنه دائما أوروبا الشرقية كانت أقل ثراء، يعني الإنسان كان أقل رفاهية خاصة أقلية مثل اليهود منها أوروبا الغربية. طيب سلايد، نعم الموجة الثالثة 1977 حتى 1989، هنالك حدثت أول قطيعة للسفارديم والأشكنازيم. أنا بالأول يعني بدي أرجع للسلايد اللي قبله، من فضلك أستاذ سامر يعني ممكن السلايد اللي قبله، شكرا. هنالك نتحدث عن هيمنة الإثنية الأشكنازية، الأشكنازيم هم يهود أوروبا، كانت بالأول بمعنى جغرافي بمعنى أوروبا الغربية، لكن اتسع بعد ذلك للإشارة لكل يهود أوروبا، هي إثنيات وهي على الأقل إثنية واحدة أو إثنيات متعددة، يعني هذه مسألة ثانية، لكن هي إثنية مختلفة طبعا عن اليهود المزرخيم في كل شيء، طبعا مختلفة عن اليهود الفلاشة كما سنراهم فيما بعد، فظلت الإثنية الأشكنازية مهيمنة إلى يومنا، ولذلك أيضا تفاسير أخرى. الإثنية هي الجنس أستاذ منصور، هي مثلا يعني الأمازيغ إثنية، العرب إثنية، اليهود بون يعني ما عدا اليهود، يعني هنالك سنتحدث عن هذا الموضوع لأنه شيق يعني في المحاضرة القادمة، هل اليهودية هل اليهود هم إثنية أو، فالإثنية هو العرق، نعم هو الجنس البشري هو العرق. إذا ظلت الإثنية العرق الأشكنازي ظل هو المسيطر إلى الآن، والآن أكثر من أي وقت مضى، لأنه يعني كان له مثلا فيما يخص الثراء مثلا كان أكثر رفاهية من اليهود العرب، فكان له فرص
أحسن. كان هو القائد من البداية، كان القادة هم كلهم أشكيناز. إلى يومنا مثلا يعني بعد أكثر من 60 سنة من قيام 70 سنة من قيام دولة الاحتلال، لم يحكم بعد رئيس عربي يعني يهودي عربي، لم يكن هنالك أي رئيس وزراء عربي في يعني لدولة الاحتلال، فقط الأشكناز هم الذين يحتكرون ذلك. ثم سنرى فيما بعد فيما يخص يعني الهيمنة الاقتصادية، أن الأشكناز أوجدوا لأنفسهم فرص ليس فقط للثراء ولكن أيضا لاستغلال الآخرين كأيدي عاملة، فاتسعت الفجوة بين كل ما هو السبب فيما يخص ماذا دكتور محمد؟ يعني ما رأيي في ماذا شو تحديدا؟ نعم مسيطرون؟ تمام. تاريخيا الأشكناز هم أول من قدموا إلى فلسطين المحتلة، تعلمون يعني أتى الأشكناز هم الأوروبيون، فالحركة الصهيونية هي حركة أوروبية نضجت و نعم سيطرة طبعا نضجت ونشأت في سياق أوروبي، أن كان بالمعنى العرقي، بالمعنى الإيديولوجي، بالمعنى السياسي، بكل المعاني. حتى لما مثلا عوائل كبرى مثل روتشايلد الذين يعني كان لهم فعلا يعني مسؤولية في الاستيطان في فلسطين، لأنهم يعني اشتروا الأراضي وقاموا بالكثير من الأشياء، وهم يعني رموز في نظر دولة الاحتلال أو المجتمع الإسرائيلي. فالإثنية الأشكنازية هي التي هيمنت من الأول على فلسطين، وهي التي أوجدت لنفسها طرق للثراء، يعني شراء الأراضي، احتكار الأراضي، تزوير الشهادات، فأصبحوا فيما بعد إقطاعيين. في عهد التصنيع قاموا ببناء المصانع، وأيضا يعني فعلا كان هنالك إلى يومنا طبعا نوع من العنصرية والاستبداد والاستعباد للأعراق الأخرى كاليهود العرب، كاليهود الإفريقي الأفارقة. نتقدم قليلا. 1969 حدثت هنالك توترات مجتمعية شديدة، ممكن يعني كمان اللي قبله، شكرا. حدث هنالك الشرخ الاجتماعي الأول تحديدا لأسباب اقتصادية، تحديدا بسبب العنصرية، وتحديدا بسبب استمرار الهيمنة الأشكنازية على الآخرين. ممكن أستاذ سامر السلايد اللي بعده؟ بالضبط نعم أستاذ صبرة، حنشوف هاي الظاهرة بس تماما، وهي لأسباب أمنية. يعني يقول أستاذ صبرة أنه اليهود العرب يعيشون في الأطراف، نعم كانوا يعيشون ولا يزالون على بين قوسين حدود دولة الاحتلال لأسباب أمنية، لكي يكونوا درعا واقيا للعرق الأشكنازي، لليهود الأشكناز الأوروبيين. نتحدث الآن عن حقبة 1991 إلى 1996، العنصرية أيضا بالتأكيد. نعم نتحدث عن 1,000,000 يهودي سوفيتي يهاجر لفلسطين خلال هي العشرية، يعني 1,000,000 في خلال 10 سنوات فقط. لما جفت مصادر الاستيطان الأخرى، حدث هنالك انهيار الاتحاد السوفيتي كما تعلمون بداية التسعينات، وحدثت هنالك هجرة يعني رهيبة جدا، كبيرة جدا لليهود الذين كانوا يقيمون في الاتحاد السوفيتي سابقا، وكان هنالك هجرة ليهود الفلاشة الأوائل بعد اتفاق سنراه فيما بعد مع يعني بين دولة الاحتلال و المسؤولين يعني زعماء اليهود الفلاشة. هنا تضخمت أعداد العمال الأجانب، لأنه دائما كان هنالك حاجة إلى يد عاملة، لأنه مجتمع بصدد البناء ويعني حديث النشأة، ولأنه يعني من جانب آخر هنالك أعمال مضيعة متدنية يجب أن يقوم بها أحد ما، فكان هنالك العمال الأجانب من جهة واليهود الأقل يعني الأعراق الأخرى
كاليهود الشرقيين. تحديدا في 1993 تم توقيع اتفاقيات أوسلو، وظهر تيار ما بعد الصهيونية. إذا ظهر هنالك تيار يؤمن أو يحاول أن يؤمن أو يحاول أن يقنع الآخرين بعملية السلام، وأن هنالك بالنهاية مجتمع آخر هو المجتمع الفلسطيني، ويجب أن نحاول أن نجري معهم سلاما لأنه الحل الأفضل. ظهرت هذه الذهنية التي خمدت مباشرة بعد الانتفاضة الفلسطينية، مباشرة بعد الانتفاضة، يعني ترون أنه لم يدم كثيرا، وبدأ هنالك تقارب بين المتدينين والسفارديم لأسباب سياسية، لأسباب مجتمعية أيضا، لكي يحاولوا أن يعني يكون نوع من مقاومة العنصرية وإيجاد فرص أفضل. في 1996 عودة اليمين للسلطة، يعني يمكن ما حكيت عليها، بس يعني في السلايدات السابقة في 1977 لأول مرة كان هنالك صعود اليمين إلى السلطة، وذلك لأن اليهود المزرحيم، اليهود الشرقيين، يعني كانت هنالك زي ما حكيت عنصرية وطبعا استبداد وكذا، فلم يعودوا يطيقوا تلك ذلك السياق، لم يعد محتمل حتى على المستوى الاقتصادي، فقاموا بالانتخاب الكثيف ضد اليسار لإسقاطه، وفعلا يعني سقط اليسار وصعد اليمين لأول مرة. ولو أن اليمين يعني هو في الأغلبية مكون من اليهود الأوروبيين، إلا أنه يحاول أن يستميل أن يغري اليهود الشرقيين، ونجح في ذلك. فنرجع ل 1996، نعم، حدث هنالك نقاش حول نسب غير اليهود، النسب عفوا غير اليهود في الهجرة السوفياتية. يعني بدأ هنالك حديث عما إذا كان كل الذين هاجروا فعلا كانوا يهودا أو لا، ومن هو اليهودي، ودائما يرجع هذا النقاش في دولة الاحتلال، من هو اليهودي، من هو غير اليهودي، كيف نعرف اليهودي، خاصة أن الديانة اليهودية من الديانات النادرة التي لا يمكن أن تعتنقها حتى ولو أردت ذلك. يعني إذا افترضنا جدلا أن إنسان، وحدث ذلك ولو أنه يعني هاي موضوع المحاضرة القادمة، لكن حدث أن كانت هنالك فتاة كانت يعني تحب كل ما هو يعني إسرائيلي يهودي كذا، كانت مع بداية يعني قيام دولة الاحتلال، هي فرنسية أعتقد، أبوها كان نعم أبوها يهودي مش أمها يعني، فحاولت يعني عملت المستحيل لكي تعتنق اليهودية، نعم بالضبط، فقط لأمه يهودية ممكن يعتبر يهودي في نظر الحاخامات وزعماء الدينيين اليهود، فلم تحصل بالنهاية على الجنسية، لم تحصل على اعتراف من قبل دولة الاحتلال، فقط لأنها لم تكن يعني أبوها يهودي وأمها ليست يهودية. فهنا في 1996 حدثت أثنانة العلاقات الاجتماعية، فهي يعني حد مع ظهور الشرخ، تعلمون لما يكون هنالك شرخ معين، قطيعة في مجتمع، توتر، فتظهر الأثنانة مثل الطائفية يعني، بس بالمعنى العرقي، بالمعنى الأثني، فترجع الفرق أو المجموعات الاجتماعية تنغلق على نفسها. هاي المرحلة بالمناسبة هي مرحلة الانفتاح، يعني أنا لا أؤمن كثيرا بذلك، لكن يعني يقول الأكاديميون أنها مرحلة انفتاح، انفتحت دولة الاحتلال على الجانب الفلسطيني، حاولت الانفتاح على العالم. ممكن سلايد استاذ سامر؟ شكرا. صورة للهجرة السوفيتية، تم استقبالهم مثلا يعني يعني الوفد من المستوطنين تم استقبالهم من قبل القنصلية المسيحية الدولية في القدس. نتحدث عن عشية 1990 التي شهدت إحدى أخطر موجات الاستيطان في 3 عقود الماضية، وهي الهجرة السوفيتية. ممكن أستاذ سامر فضلا؟ شكرا.
يقول يسحاق شامير والذي كان زعيم عصابة شتان وكان رئيس وزير يعني رئيس وزراء أسبق لدولة الاحتلال في فترة من الفترات، يقول الهجرة الكبرى تستوجب إسرائيل الكبرى. كانت الهجرة السوفيتية نظرا لضخامتها تسمى بالهجرة الكبرى، وحتى الهجرات التي رأيناها في الأول يعني الهجرات الثلاثة الأولى قبل قيام دولة الاحتلال كانت أيضا تسمى هجرات كبرى، طبعا يرجع للعدد للكم يعني. فهنا رجع مفهوم يعني رجع من جديد مفهوم إسرائيل الكبرى. يسحاق شامير كان قادة التيار التصحيحي في المنظمة الصهيونية، التيار التصحيحي الذي هو التيار الرجعي وهو الذي هو الأب الروحي لليكود، طبعا لا يؤمن بدولة فلسطينية بالتأكيد ولا يؤمن بدولة يهودية على حدود 48 فقط، وإنما يجب أن تكون هنالك دولة في طبعا رأيهم على كامل التراب الفلسطيني، لأنه تراب لأنها أرض يرات إسرائيل، أرض إسرائيل بين قوسين. ف يغتنم القادة الصهاينة الفرص لكي يرجعوا إلى الأفكار الأساسية للحركة الصهيونية، والتي لا أعتقد أنها يعني أصبحت في يوم من الأيام من التاريخ، يعني هي دائما هنا دائما حاضرة إن كانت معلنة أو لا. أستاذ سامر فضلا. جولدا مائير التي كانت أيضا إحدى مؤسسي دولة الاحتلال وكانت رئيسة الوزراء الرابعة المرأة الحديدية كما تسمى، كانت تقول حدود الدولة تتواجد حيث يتواجد اليهود، يعني أكيد سمعتم بهذه العبارة من قبل. هو فعلا إيمان مرسخ لدى أو مترسخ، وكما سنراه في السلايدات اللي بعدها أنه إيمان مترسخ لدى في الذهنية الصهيونية، في الذهنية اليهودية يعني، حتى في التوراة موجود أنه أين تطأ يعني قدم بنو صهيون فتلك هي أرضهم. وطبعا يعني إذا أردنا يعني تعريف الاحتلال فهذا هو التعريف، يعني أين يوجد ذلك الإنسان فهي أرضه، فهذا هو برأيي المعنى الأكثر مجرد نعم للاحتلال. ممكن سلايد الآخر، شكرا. تعمدت أني أخذ الفصل من التوراة من العهد القديم من موقع مسيحي لأنه يتحدث عن معليش يعني حنشوف هلا. فتقول انا بالنسبه لي هي اشياء مهمه صراحه فيما يخص يعني هي المعلومات، لانها يعني هي مصادر، انه لما بكره عندي فكره معينه عن شيء معين عندي افتراض على الاقل عندي المصادر له، فهذا الشيء مهم بالنسبه لي لبناء فكره موضوعيه على الاقل. فهذا سفر يشوع أو جزء فصل من فصول، الفصل هو الآية يعني فيما يخص، يمكن أن نسميها لما في المعتقد المسيحي واليهودي يمكن أن نسميها فصل، لكن هي المقصود هنا هناك آيتين هنا. كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى من البرية ولبنان هذا إلى النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكم. إذن هذا فصل من سفر يشوع، ويقول الموقع المسيحي الذي يعني هو معني بتفسير العهد القديم والعهد الجديد أن هذا السفر مجهول كاتبه، لا يعلم من كان كاتبه، وهناك افتراضات أنه كتب خلال السبي البابلي وكتب من قبل يعني حبر يهودي كان يعني كان من الذين تم سبيهم. فمن المهم أيضا أن نعرف أن فصولا معينة تتحدث من التوراة مثلا تتحدث عن أشياء معينة مثل الاحتلال لا يعلم كاتبها حتى لدى المؤمنين بها، فهذا مهم يعني أن نبقيه في أذهاننا. ممكن سلايد اللي بعده فضلا أستاذ. شهادة أخرى لديفيد بن غوريون يقول لقد استولينا على رقع جغرافية، لكن أن كان في النقب في الجليل أو في القدس فأهميتها تظل ضئيلة طالما أنها
ليست مأهولة بالمستوطنات. الاستيطان هذا هو التحصيل الحقيقي. مستقبل إسرائيل مشروط بالهجرة اليهودية. بالنسبة لي هذه الشهادة مهمة جدا، يعني يتحدث عن ما يجب فعله، يتحدث طبعا بطريقة يعني أو بأخرى، ويتحدث عن تطهير عرقي لكي يكون هنالك يعني حضور مجتمعي معين. يجب أن يكون هنالك إلغاء للمجتمع اللي قبله على الأقل، يعني فيتحدث عن الاستيطان الذي هو مهم جدا في لبناء دولة الاحتلال. أستاذ سامر ممكن سلايد 15، شكرا. نعم، نرجع للحقب التاريخية للموجات. هل كلمة استيطان هنا ترجمة حرفية؟ نعم، عملت يعني شخصيا الترجمة من لغة يعني أتحدثها جيدا، فنعم الاستيطان بمعنى colonization. 1999 جفاف جديد للهجرة السوفيتية، يعني انتهت التطهير العرقي. سنراه أستاذ عبد العظيم، وهو يعني مصطلح مهم جدا في القضية الفلسطينية، يعني من يريد أن يعني أن يفهم أولا يعني القضية الفلسطينية ثم أن يعمل لأجلها عليه أن يفهم المعنى التطهير العرقي بالمعنى القانوني ثم بالمعنى التاريخي كما تم تطبيقه في فلسطين. مهم جدا. بعض المؤرخين زي إيلان بافي عمل يعني عملا محترما جدا في هذا المجال، تحدث عن التطهير العرقي، أرخى يعني للتطهير العرقي، أثبت أنه فعلا ما حدث في فلسطين تطهير عرقي. لكن يعني أستاذ عبد العظيم، التطهير العرقي هو النكبة التي حدثت في فلسطين. التطهير العرقي يمكن أن يكون إبادة جماعية، يمكن أن يكون تهجير، وكلها جرائم حرب، طبعا جرائم كبرى يعاقب عليها القانون الدولي. فتطهير العرقي مصطلح مهم جدا. نعم أتفق معك. نعم، مغتصبات فيما يخص مستوطنات، لما تحدثت عن المستوطنات يعني فيما يخص الشهادات كانت ترجمة حرفية، وإلا نعم نعم وجهة رأي صائبة. 2001 ظهور مسألة الهجرة العكسية، لن أتحدث عنها، يعني ستكون أحدى أبرز يعني نقاط المحاضرة القادمة. لكن هنا بدأ التساؤل فعلا عن يعني المشكلة التي بدأت تسببها الهجرة العكسية، لأننا نتحدث ليس فقط عن مجرد هجرة عكسية، ولكن أيضا عن هجرة أدمغة من دولة الاحتلال إلى باقي دول العالم، تحديدا أوروبا الغربية، تحديدا الولايات المتحدة. تزامن ذلك عفوا مع اندلاع الانتفاضة الثانية وعودة وبقاء الليكود في الحكم. الليكود صعد من 2001 إلى الآن، يعني بقي هو اليمين واليمين المتطرف في السلطة. في 2003 استمرار توافد العمال الأجانب، ذلك بدأ يقلق يعني جديا دولة الاحتلال، لأن هنالك طبعا عقلية الدولة اليهودية، فكل ما هو أجنبي بالنسبة لليهود يشكل خطرا بالنسبة له، بالنسبة للتصور الذي له فيما يخص الدولة. فإذا كانت هنالك نسب عالية للعمال الأجانب، فهذا فعلا يشكل مشكلة أكثر مما نتصور لدولة الاحتلال، أكثر من أي دولة أخرى برأيي، لأنها مجتمع منغلق على نفسه، يحتاج أن يهود كل شيء لكي يستمر ولكي يضفي يعني على نفسه الشرعية ويستطيع أن يهيمن. هنالك في ابتداء من 2003 تم هنالك تصريح أن هنالك رفض حق العودة، من حق العودة للاجئين، عدم اعتراف بحق اللاجئين في العودة، والذي هو طبعا من الحقوق الأساسية للإنسان، كفلتها الأمم المتحدة، إحدى أروع الدورات التي يعني نظمتها أكاديمية دراسة اللاجئين كانت فلسطين في القانون الدولي. يعني أنا هون يعني استغل يعني المنصب بين قوسين يعني ك ك ك ك ك كمحاضرة اليوم لكي أطلب من الأكاديمية يعني فضلا إذا كان ممكن إعادة هذه الدورة لها السنة، فمن أروع المحاضرات مع الخبير أستاذ موسى محمد الموسى، فنفهم بطريقة أحسن السيرورة القانونية للقضية الفلسطينية، وأيضا
مصطلحات أو حقوق، ما هو الحق الأساسي وكذا، مثل حق العودة فهو حق أساسي. شكرا لكم. كفيلته الأمم المتحدة لأي إنسان على وجه الأرض. نتحدث عن نداءات لهجرة مليون يهودي، هنالك دائما حاجة مع مشكلة الهجرة العكسية، وأيضا يعني مع يعني نسب الوفيات الطبيعية هنالك دائما حاجة للتجديد. ممكن يعني فضلا أستاذ سامر، ممكن سلايد 16 لازم يعني دورة القانون إن شاء الله، يعني لأن مهمة جدا فعلا. الأبعاد السوسيو فضائية، يعني الأبعاد المكانية للاستيطان، يعني كيف تم ترجمة ذلك بالمعنى الجغرافي. نتحدث عن استراتيجية توسعية، يعني كما رأينا في المحاضرات السابقة لما تم إعلان عن قرار التقسيم، كان هنالك 52% من الأرض ترجع للدولة اليهودية، 48% أو 47% للدولة الفلسطينية التي كان من المفروض أن تقوم يعني جنبا إلى جنب مع بين قوسين مع دولة الاحتلال. فهذا الذي كان يفترض أن يحدث حسب الأمم المتحدة، حسب يعني منظمة أممية تعتقد أن لها الحق في أن تقسم يعني دولة إلى نصفين، أو أن تنزع من مواطنيها حق تقرير المصير. يعني هناك أشياء غريبة، يعني فعلا أنا شخصيا لا أجد لها تفسير، شيء غير مقبول. وفقط حدث هنالك توسع بعد التطهير العرقي، أي بعد أحداث النكبة، بعد طرد أكثر من أو طرد 70% من المجتمع الفلسطيني خارج أرضه، إذا توسعوا. وأريد فقط أن أذكر هنا أن القادة الصهاينة كانوا ضد قرار التقسيم، لكن بن غوريون كان الوحيد الذي قبله وفرضه على زملائه في المنظمة الصهيونية، لأنه يعني كانت فلسفته وسياسته أن نقبل يعني أن نقبل ما هو متاح الآن، ونحن ننتزع ما نريد. فهذا الذي حدث، فانتقلت يعني بسبب التطهير العرقي حصلت المنظمة الصهيونية على 78% من الأرض الفلسطينية إلى يومنا. طبعا نحن نتحدث يعني الآن أكثر من 78% مع المستوطنات التي فعلا فككت تماما الضفة الغربية، لكن سياسيا نتحدث عن 78% من الأرض الفلسطينية تحت السيطرة الصهيونية بهي الاستراتيجية التوسعية التي لم تنتهي إلى اليوم. السوسيو فضائية، نعم سوسيو فضائية، سوسيو سبيشال، يعني علاقة السياق الاجتماعي بالبعد المكاني له. تشتيت المهاجرين الجدد، يعني كان هنالك عن قصد أو عن غير قصد تم تفكيك المهاجرين الجدد. لما نتحدث عن المهاجرين فطبعا هم كانوا بالضبط، نعم كتاب تطهير العرقي يتحدث عن استراتيجية بطريقة جيدة أيضا، يعني أيضا بطريقة علمية ومحترمة يعني جدا. تم هنالك تهجير المهاجرين الجدد، نتحدث عن أناس كانوا يسافرون جماعات، تحديدا يهود العرب مثلا، يعني كانوا يأتوا عوائل، كانوا يأتوا مجموعة من العوائل مع بعض قبائل، هذا النمط يعني من فحدث هنالك تشتيت لهم، تفكيك لهم من جانب لأجل يعني القضاء على الزعامات التي كانت موجودة، لكي يعني تصبح هنالك الهيمنة لقادة دولة الاحتلال، الهيمنة لقادة الرأي الموجودين في المجتمع. ومن جهة أخرى كان هنالك يعني تتذكرون الشهادة التي رأيناها الآن، سنتحدث عنها، خطف أطفال اليمن بعد دقائق إن شاء الله. فكان هنالك حاجة لشغر الحيز الفضائي الفلسطيني، تعلمون يعني بعد هجرة السكان أصبحت الأرض شبه خالية يعني من السكان، فكان هنالك حاجة لملء التخوم الحدود بالمستوطنات بالمستوطنين. حدثت هنالك إذا من جراء الهجرات بدأت هنالك اللامساواة والمشكلة العرقية،
طبعا نتحدث عن شعوب لم تكن ابدا على تواصل مع بعضها البعض، ايضا نتحدث عن يهود اوروبا، نتحدث عن اليهود العرب، ثم هنالك اليهود الافارقه، لم يكونوا على تواصل ابدا. فمع النظره او مع الاعتبارات العرقيه التي كانت في ذلك الوقت، بالنسبه لنظريه داروين كما رايناها انه العرق الابيض الهيمنه للاوروبيين، فمباشره بعد الاحتكاك الاول ظهرت هنالك فعلا المشكلات العرقية والعنصرية واحتقار الآخر وما إلى ذلك. مجتمع، إذن نتحدث عن بالنهاية مجتمع أزمة، يعني مجتمع يعاني من أزمات سوسيولوجية تحديدا، يعني نفسية سوسيولوجية وعواقبها الاقتصادية. العسكرة الثقافية نتحدث عن تجنيد والتجييش. سنرى مصطلح العسكرة الثقافية، أنا أردت يعني ربطها بالشخصية اليهودية وسنراها في المحاضرة القادمة، لأنها تتحدث يعني سنتحدث عن المؤرخين الجدد الذين عالجوا يعني هذه المسائل الهويتية. ما زالت مطبقة حتى الآن وأصبحت جزءا من القانون الأساسي يعني الإسرائيلي. ف2004 يعني إحصائيات 2004 هنالك تهجير داخلي وتهجير بالمعنى الذي نعرفه، أي تهجير خارج الوطن. التهجير الداخلي هو أن فلسطينيين من أراضي 48 هجروا إلى مناطق، لكنهم بقوا داخل الحدود الفلسطينية، فلم أو داخل حدود 48 تحديدا الشمال يعني والوسط الفلسطيني. ف12 وهي إحصائيات، يعني حتى أنا صراحة تفاجأت لما وجدتها، لأنها يعني فعلا لم أكن أتصور أن المهجرين الداخليين كانوا بهذا الحجم. ففي الشمال مثلا 12% من السكان الفلسطينيين هم مهجرين داخليين، أي أنهم فقدوا بالنهاية، هذا هو معنى التهجير الداخلي، فقدوا بالضبط، هم نازحين بالداخل. وهناك من يقول أنهم نازحين بالمعنى القانوني، الهجرة هو خارج الوطن والتهجير، لكن النزوح هو دائما داخل الوطن. ف 20% من أهل الوسط، 22% من أهل الجنوب كالنقب وعسقلان، ففعلا هي نسب مهمة، نسب كبيرة. الفلسطينيين الدروز، وأشدد على كلمة فلسطينيين، من التواريخ الكبرى أن في 1930 كانت هنالك رسالة من 96 زعيم درزي للمندوب سامي البريطاني، يعلنون فيه أنهم في موقف حيادي إزاء الصراع الديني، فكانوا يصفون الصراع الفلسطيني الصهيوني على أنه صراع ديني. هي حسب وثائقي للجزيرة حول الدروز، فإن لأن هذا ما يراد أستاذ يوسف، يعني السياسة الإسرائيلية تريد ذلك لأن لها مصلحة في ذلك، وهي للأسف نجحت بطريقة معينة، أنهم أشد ظلما، ممكن مش أشد ظلما، لكنهم يعني لهم جانب من المسؤولية، ولهم أيضا ناشطين ضد هذا الشرخ المجتمعي الفلسطيني. فلسطيني سنراه فيما بعد ممكن. نعم، أن في العقلية الدرزية، لأنه زي ما بتعرفوا يعني فقط ملخص أن الدروز أو الطائفة الدرزية أو ما يسمى بمذهب التوحيد هو هي ليست إثنية، ليس عرق. الدروز هم هي طائفة دينية، يعني الدرزية هي طائفة دينية يعيشون في سوريا ولبنان وفلسطين، فهم جزء من المجتمع العربي، هم عرب وهذا مهم جدا. فكانت لديهم يعني اضطهدوا في مرحلة من المراحل في التاريخ، يعني قبل قرون ولا يزالون، فكأقلية أقصد، مش لا يزالون، لكن حدث ذلك أكثر من مرة. فيؤمنون أنه يجب أن يكون هنالك تعامل مع القوة الموجودة أيا كانت هذه القوة، أي يعني القوة السياسية، أي السلطة الموجودة. فيمكن مفهوم الولاء يعني موجود بهذا الشكل في العقلية الدرزية. في ألف إذن بين 1929 و1948 كان هنالك حيادية إزاء الصراع العربي الصهيوني. كانت هنالك أيضا محاولات صهيونية لتحويل هذا الموقف لموقف حيادي لكن مشجع إيجابي إزاء اليهود، لكن فشلت هذه المحاولات لدى العائلات العريقة، العائلات القيادية للدروز، فلم يكن هنالك
بالنسبة لها لم يكن هنالك يعني كانت تعتبر نفسها جزءا من المجتمع الفلسطيني، وطبعا هذا هو طبيعي. في 1946 جرى هنالك تجنيد زعيمين فقط من العوائل الأقل الأهمية، وفيما بعد تم تجنيد زعيم من عائلة معدل. يعني لما نتحدث عن 96 زعيم ثم فقط واحد اثنان ثلاثة، يعني يجب أن نذكر أنه كان هنالك يعني رفض درزي لوجود أو على الأقل التعامل مع الصهاينة في هذه المرحلة، والتي هي مرحلة يعني أنا بعتبر أنها مرحلة طويلة نسبيا، نتحدث عن على الأقل 20 سنة. ثم في 1949 مباشرة مع إعلان التقسيم الأممي في كانون أول 1947، تشكلت كتيبة درزية مكونة من 500 محارب من سوريا ولبنان الأكثرية، شكلهم قائد جيش الإنقاذ فوزي القوقجي، وكانت هنالك معركة هوشي كساير التي تم يعني استشهد فيها 100 درزي وأصيب 100 آخرون. عملت يعني زي ما كتبت بالأسفل أنه هذا مهم، أن العقلية الاستشراقية الصهيونية عملت منذ الأول منذ وقت مبكر على تشجيع الخصوصية الدرزية. حتى الآن ترون القوانين التي تعتبر أن الدروز ليسوا عربا وأنهم من إثنية مختلفة، حتى أنه كان هنالك توجه لاعتبارهم نوع من القومية الناسخة للقومية اليهودية، مقلدة للقومية اليهودية، وذلك لإحداث هذا الشرخ في المجتمع. تشكلت وحدة الأقليات بعد ذلك يعني بالسنوات 1949، وكثير منهم كانوا من سوريا، نتحدث عن 400 درزي، 200 كانوا من البدو، والمئة شركسيون. والشركسية هي طائفة، هي إثنية، يعني هو عرق، ولو أنها أقلية فعلا أقلية في فلسطين، يعني أقل من الدروز، وهم أجوا من روسيا لأنه تم طرده في أواخر القرن 19، فعاشوا في فلسطين، في كان في الشعب الفلسطيني وأصبحوا فلسطينيين طبعا، تعربوا يعني أصبحوا عربا. كان هنالك استثمار في الحرب النفسية، يعني تم هنالك تضخيم لوحدة الأقليات وتمجيد لما كانت تفعله، وكان هنالك تشجيع هناك يوسف أو يعقوب شمعوني كان ضمن أبرز القادة فيما يخص الدعاية الإعلامية، كان قياديا أيضا، يعني كان في الوزارة أقصد، فأوعز للصحفيين أن يبالغوا في التحدث عن وحدة الأقليات التي يعني فعلا كانت قليلة، يعني ليست فقط وحدة الأقليات، كانت قليلة، يعني نتحدث عن 400 درزي مثلا وبدو وكذا وكذا. في 1956 هنا فرض التجنيد الإجباري لأول مرة، وعارضته جميع القرى الدرزية، حتى أنه كان هنالك رسالة احتجاج موقعة من 55 شاب وزعيم لقادة الطائفة ووزير الأديان، أعلن عفوا يعني ما معلومة منقوصة، لكن أعلن حداد بعد ذلك، وكتبوا رسالة للقادة الصهاينة، يعني كتب فيها أنه يعني يعتبرون نفسهم جزءا من المجتمع العربي، فلا يدركون يعني لماذا التجنيد الإجباري، ليس هناك يعني أي شيء يجبره، مع القول أنه في تلك الفترة كان هنالك متطوعين في دروس في الجيش الاحتلال. طبعا هنالك سياسة موجودة إلى الآن لتوظيف الجنود الدروز في مناطق الاحتكاك، تجدوا أن الدرزي سرجان، يعني زي ما شفنا في بعض التعليقات النظرة التي تكونت لدينا عن الدروز، والتي الزعامات الدرزية تتحمل يعني جزءا كبيرا من المسؤولية فيها، فبتمنى يعني أنه حيكون في يعني مصالحة في العقود القادمة، في مصالحة فلسطينية حتى فيما يخص الدروز والفلسطينيين، وحتى يعني الدروز أنهم يرجعوا لأحضان شعبهم، لأنه هذا هو الصواب. يامن زيدان هو محامي درزي وهو ناشط في حملة لن نخدم جيشكم، يقول اكتشفت أن الدروز اختطفوا من أحضان شعبهم. هناك قصة صحفية يعني رائعة عن توثق ما حدث معه قبل سنوات، ألخصها فقط أنه يعني يمكن تأخرنا شوي وبعتذر بالشدة، معلش يعني سأدرج نعم هو
هو كان محامي، وكان محامي سمير القنطار الذي كان سجينا، يعني كان لديه أطول مدة محكومية يعني لسجين عربي، فكان هو المحامي تبعه. فقصته رائعة وأنصح بقراءتها، سأدرج يعني قصص صحفية في هذا الخصوص. شكرا شكرا. نعم، غوش أمونيم هي حركة دينية مهمة جدا، مهمة جدا، يعني أقصد أنه كانت لها تأثير كبير في العقود الأخيرة. غوش أمونيم تعني كتلة المؤمنين. الصورة دي لما أخذوا اعتراف قانوني كتشجيع قانوني وتشجيع سياسي لهم، فكانت هنالك الأفراح وكذا. فالاثنين هم قياديان، سنرى اسمهما، صبر حنين، والثاني يعني ما ذكر اسمه، بس نعم كتلة إيمان، هنالك ترجمة أخرى كتلة المؤمنين. شكرا دنيا، جزيل الشكر لإلك. هم القادة، فحنشوف هلأ تقريبا شو. فقوش أمونين كانوا العشرية تبعهم، يعني كان لهم تأثير الأكبر في بين منتصف السبعينات إلى أواخر الثمانينات. هناك كتاب مهم اسمه، يعني ولو أنه ما بتفق كثير مع العنوان، اسمه ثأر الرب أو ثأر الله. فيتحدث الكاتب، وهو كاتب فرنسي بتصور أنه يهودي، يتحدث عن صعود الحركات الدينية في نفس الوقت في العالم. كان تقريبا في نفس الفترة، يعني تلاحظون أنه كانت أواخر السبعينات. حتى حركات المقاومة الفلسطينية ذات النزعة الدينية كحماس والجهاد الإسلامي، كان صعودها وظهورها في نفس الفترة. فالحركات الدينية أو نعم الحركات الدينية، هو عمل دراسة ولاحظ سيرورة الحركات المسيحية والإسلامية واليهودية. فنفس الفترة، نفس بين قوسين الصحوة لدى كل ديانة، يعني أنه بعد فترة من العلمانية، من الشيوعية وهذه المفاهيم، كان هنالك رغبة في العودة للدين لدى الديانات الثلاث في تقريبا نفس الفترة. هذا هو حال غوش أمونيم في دولة الاحتلال. طبعا أنا أرجع دائما للحالة الإسرائيلية، يعني نرجع أنها كانت حركة عنيفة لأنها تقوم على الاستيطان، تقوم على الإحلال، حتى أنها قامت بعمل إرهابية. يعني هناك أشياء، هناك تشارك بين الحالة الإسرائيلية وحالات أخرى في العالم، لكن دائما نرجع أن أؤكد على خصوصية الحالة الإسرائيلية. فهم يعني هو الكاتب يصف ذلك بين قوسين توبة إسرائيل، يعني هو وصف طبعا مجازي، توبة إسرائيل يعني يتحدث عن إعادة تهويد المجتمع اليهودي الذي كان أصبح يعني معلمنا أكثر فأكثر. فأدى ذلك إلى ظهور حركات كتشوفاه وحلخاه، وهي تعني إعادة التهويد، ومصطلح آخر يعني ممكن أرجع له، توبة أعتقد، وإعادة التهويد. فهنالك توازي، يعني نفس الإشي، نفس الظاهرة حدثت في الولايات المتحدة، أن هنالك توازي بين اليهودية المحافظة واليهودية الإصلاحية، رغم أنها متناقضة. يعني المحافظة هي متزمتة، والإصلاحية تقوم على تجديد وإعادة، يعني إعادة تفسير أو ترجمة. فهي تحمل الصهيونية هذه الحركة مسؤولية الهولوكوست، مسؤولية ما حل بالشعوب اليهودية في أوروبا. إذا كان بدنا نعرفها فتدعو إليه الحركة، نعم سنشوف الآن، هي حركة دينية قومية استيطانية، فهي مزجت بين الدين والقومية. وهذا غريب يعني بالنسبة لحركة، أو خاصة في ذلك الوقت بالنسبة لحركة دينية، لأن أشد المتناقضات في دولة الاحتلال، ما عدا المتناقض الفلسطيني اليهودي طبعا وهذا طبيعي، متناقض الدين القومي، يعني أصلا من الأول. وهناك من يحب أن يعتقد أنه كأنه يعني مجرد لعب أدوار. أنا أعتقد أنه تناقض حقيقي موجود، لأن الفكرتين متناقضتين تماما. أتحدث عن الفكرة الصهيونية والفكر التوراتي المتزمت، أو الفكر العقيدة التوراتية. ولو أن هنالك توظيف لهذه المفاهيم الدينية، فحدثت ردكلة للصهيونية الدينية، أي أنها أصبحت راديكالية أكثر، أنها جذرية أكثر، أصولية أكثر.
فهم فعلا على اطراف الصهيونيه الدينيه، ويعني جعلوها متطرفه اكثر. طبعا يؤمنون باسرائيل الكبرى، اي من حق اليهود اقامه الاستيطان له في كل موقع في ارض اسرائيل كجزء من خلاص وانقاذ الارض من الغرباء. نرجع لأن ننفي الآخر، لأن الآخر غير موجود وهو الغريب ونحن أهل الأرض. القيادي أو قادة غوش أمونيم هما حنان بورات ومشي لفينجر، نعم تحدث قبل شوي، شكرا يعني اللي وضع الاسم مشي لفينجر. فتغلغلوا في الحياة السياسية للمجتمع وهذا نجاح بالنسبة لهم، حصلوا على تأييد شبه رسمي من حكومة ليكود بين قوسين العلمانية بعد صعودها في عام 1977، كما عملوا على تأسيس وتطوير المستوطنات. يعني هون الخطر، يعني إعادة تهويد المجتمع والذي لا يزال إلى اليوم، وأيضا يعني كانوا فعلا هم نواة المستوطنات في الضفة الغربية. طبعا نرجع للفترة مباشرة بعد حرب 67 التي كانوا يعتقدون أنها معجزة ربانية، أنه يعني أنه تأييد من الله أنهم استطاعوا احتلال ما بقي من الأرض الفلسطينية. إذا ما تدعو إليه أستاذ يوسف هو أن يكون المجتمع ليس علماني وإنما يهودي، أن يكون تكون الهوية الإسرائيلية دينية وقومية في نفس الوقت، أي قومية الشعب اليهودي، أن اليهودي اليهودية هي عرق وهي دين وهي متلازمتان في الأرض الفلسطينية، وأنه يجب احتلال كل الأرض الفلسطينية وأنها بين قوسين أرض إسرائيل. أرض إسرائيل هو مفهوم في التوراة، يعني استعمله كما هو، هو يرد في إسرائيل، هو موجود في التوراة أرض إسرائيل، كما سميت أيضا يعني الفلسطينيون سموا بالفلسطينيين في التوراة، بالكنعانيين، أعتقد اليابوسيين، بأرض كنعان. فهناك أيضا يعني هذا ما يناقض مقولة يعني أنه الشعب بلا أرض. فيما يخص هم يؤمنون بمقولة أنه لا يوجد يهودية بلا صهيونية ولا صهيونية بلا يهودية. تتذكرون محاضر أستاذ أو دكتور أشرف كان قال دكتور بدر ليس كل يهودي صهيوني وليس كل صهيوني يهودي، فهم العكس، فعلا العكس، يرون أنها يعني متلازمة، اليهودية تصاحب الصهيونية والعكس صحيح. كان هنالك قاموا بأعمال إرهابية فيما بعد، يعني ردا على العمليات التي بدأت انتفاضة الأقصى الأولى ثم الانتفاضة الفلسطينية الأولى ثم العمليات الاستشهادية خلال التسعينات. اليهود الحريدين، نعم هو تناقضات، يعني حتى المجتمع الإسرائيلي جدا متناقض، جدا جدا متناقض، وهذا يعني يفسر عرقيا لأنهم اجوا يعني اجناس مختلفه، يعني حديثي التعايش اذا ما سميناه تعايش. اليهود الحريديم، اليهود الحريديم، الحريدون هو والحريديون او الحريديم هم المتزمتون، جمع الكلمة تعني الشديد والخوف، بمعنى يعني بالمعنى الإسلامي هو التقي، لأن التقي هو يعني التقوى هي الخوف من الله، فبهذا المعنى يمكن ترجمتها لحريدي لدى اليهودين معناته إنسان تقي أو يعني شيء من هذا القبيل، وهو اليهودي الأرثوذكسي المتزمت، وتقريبا هم من شرق أوروبا يعني على وجه التحديد. هنالك الحريديم، الحريدي كما هو معروف في المجتمع الإسرائيلي هو الذي أمه وأباه حريديان، لكن هنالك ايضا الان هنالك ظاهره هي يعني نرجع لغوش امونيم وتاثيرها في المجتمع الاسرائيلي، اعاده تهويد المجتمع وكذا. فهنالك الحريديون الجدد، والمصطلح يعني بالعبري هم بعلي تشوفاه ويعني التائبون، فيعيشون في الولايات المتحده وحتى في دوله الاحتلال، ولكن يعني ابناء العلمانيين لكن هم اصبحوا حريديين يعني، فيسمون بالتائبين. كما نعرف يعني لحاهم طويلة وخصلات شعر مسدولة يعني على الأذنين وتسمى فأوت، لديهم معاطف يعني كما نراهم في الإعلام، يتواصلون باليديشية لأنهم يعتقدون أن العبرية لغة مقدسة إذن لا يجب التحدث بها، يحرمون النسل، الفصل التام بين الذكور والإناث، يعجلون الزواج لتفادي يعني الخطيئة يعني الفتن أو يعني
فبالضرورة إذا كان زواج مبكر وتحريم النسل فهي عائلة كبيرة جدا 11 نفر أو هيك، مع أنهم فقراء فعلا يعني على هامش المجتمع الإسرائيلي فيما يخص العمل. حتى هم يعني هم يرفضون التجند في الجيش مثلا لدواعي تخصهم، يعني مش محبة في الفلسطينيين مثلا، لدواعي تخصهم لمعتقدات لديهم. فإذا كان الأشكناز لديهم حزب يهيدوت هتوراه كحريديين، فالمزرحين حزب شاس هم الممثلين للنزعة الحريدية. ننتقل للشريحة الثانية، جدا أعتذر يعني يمكن تأخرنا شوي. هم أصوليون يعني فوندامنتاليست، ويعتقدون بالمعتقد يعني يؤمنون بالتوراة، يقدسون التلمود، وهذه هي الأصولية. ممكن عندك الصوت أستاذة إسراء، ممكن المشكلة يعني لديك الصوت، بتسمعه جيد؟ تمام. هم منغلقون ويكفرون الآخرين، يعني حتى فيما بعضهم البعض يكفرون باقي يعني سكان دولة الاحتلال، يعني حتى فيما بعضهم يعني كيهود يكفرون بعضهم البعض. تمام. يعيشون في بعض حارات القدس، أبرزها مايا شاياردين، وفي ضحية بتصور غربية القدس لأنها تحمل مصطلح عبري أو أصبحت تحمل هذا يعني اسم عبري. يعيشون في ضحية بني براك الشرقي تل أبيب مثلا، يعني هي أبرز مناطق لهم، إضافة إلى أن لهم مستوطنات خاصة في الضفة الغربية كمدعية عيليت وبيتار. من الشعاريم، ما الشعاريم في الضفة، وهم على المجتمع لأنهم يرفضون الخدمة في الجيش ولا يدفعون الضرائب، فبهذا المعنى إضافة إلى حالتهم الاقتصادية المزرية، فيعتبرون أو يعتبرهم المجتمع الإسرائيلي عالة عليهم، ودائما في يعني نقاشات حادة في هذا الصدد وعنيفة. يحاولون فرض الشرائع التوراتية على الحياة العامة، يعني هنالك زي ما حكيت يعني اضطرابات مثلا بيوم السبت لأنه محرم المفروض أن اليهودي أن يستخدم السيارة، أو يعني هنالك شرائع تحريم السبت مهم جدا في العقيدة اليهودية. السورة ليهودي حريدي اعتدى طعن مثليين، هذه مسيرة للمثليين أعتقد في آب، وتم طعن 6 مثليين وقتلت فتاة إسرائيلية. الإحصائيات نتحدث عن فيما يخص اليهود التقليديين، هم يمثلون 50% من المجتمع. اليهود التقليديين هم اليهود العاديين، يعني اللي يلبسوا الكوفة، يعني مش حريديين ومش علمانيين. الحريديين يمثلون 20% من المجتمع، والعلمانيين يمثلون 30% من المجتمع. طبعا النسبة رهيبة، يعني 20% من مجتمع معين هو من هذا الصنف من يعني المتزمتين والذين لهم فعلا رؤية خاصة جدا للأمور. ف يعني هي نسبة خطيرة برأيي. يقول الحاخام يتحق جيزنبرغ، يعني هو حريدي، كتب ذلك في صحيفة جويش ويك، هم رجال دين، ونعم هم رجال دين، أغلبهم رجال دين. أنا بتصور الصبرة أنه بالعكس نسبة العلمانيين أصبحت ضئيلة، يعني بتصور أنه قبل حركة جوش أمونيم كانوا أكثر بكثير في دولة الاحتلال. فإذا يقول وهذا من آثار الحركة الصهيونية أنها علمنت اليهود، وحتى أصبحت يعني جعلت الكثير منهم ملحدين، والكثير من القادة الإسرائيليين ملحدين. في هذا الخصوص يقول المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي مقولة جيدة جدا يعني دائما أستذكرها، يقول وحتى يعني ذكرها الدكتور أشرف في المرة السابقة، يقول الصهاينة لا يؤمنون بالله لكنهم يؤمنون أن الله وعدهم فلسطين، وهذا صحيح تماما. يعني فيتحق جينسبرغ كتب قال: إذا كان هنالك يهودي يحتاج إلى كبد، فهل يمكنك أن تأخذ كبد شخص غير يهودي بريء؟ يعني يضيف الوصف أنه بريء يمر بالصدفة من أجل إنقاذه. نعم، إن التوراة تجيز لك ذلك، فالحياة اليهودية لا تقدر بثمن. فنرجع لمركزية الإنسان اليهودي في العقلية اليهودية، فممكن تقتل إنسان ثاني فقط لأنك
فقط لأنك يهودي وهو غير يهودي، وكأن ذلك يبرر، يعني هذا يبرر ذاك. مع يعني بما أننا تأخرنا كمان مرة، رح نعمل إحصائيات سريعة فقط للاقتصاد الاجتماعي الإسرائيلي. فالاقتصاد الاجتماعي هو الاقتصاد الذي يعني يدرس الحالة الاقتصادية وعلاقتها بمفاهيم مثل المساواة في المجتمع، مثل الرفاهية. فلما تكون هناك تنمية اقتصادية يفترض أن تصاحبها مساواة، أليس كذلك؟ اجتماعية ودرجة معينة من الرفاهية. الصورة لمركز تجاري بتل أبيب، أحد يعني أبرز المراكز التجارية أو المراكز الاقتصادية أقصد. عفوا، يعني بحاول ارجع للشريحه الاولى. تمام. هلا يعني سريعا، نقاط القوه في الاقتصاد الاسرائيلي ان الميزانيه في حال جيد بصفه عامه، ان معدلات التضخم ضئيله لان هنالك نمو اقتصادي، نعم نمو اقتصادي متزايد، حتى انه يعادل 4% منذ 2003، وهي احدى اعلى نسب المنظمة المشتركة التجارية التي تضم عدة دول في هذا الخصوص. نسب التشغيل نتحدث عن تنامي يعني كبير، يعني تنامي جيد لنسب التشغيل من 63% ل 64% فقط بالنسبة لدول أخرى مثل فرنسا، يعني جزء من هذه المنظمة، منظمة التعاون، أعتقد التعاون الاقتصادي، يعني شيء من هذا القبيل بس موجود الاسم بالضبط. فهي مجموعة اقتصادية تضم عدة دول متطورة وأخرى أقل تطورا كدولة الاحتلال. أما دولة الاحتلال بين 2004 و2015 تطور، يعني ازدادت نسبة التشغيل من 61% إلى 73%، أعلى بكثير من نسب زي ما حكيت الدول. نعم بالضبط أستاذ يوسف، يعملون على يعني التطور الاقتصادي. فلما نقارن المديونية بالناتج الوطني الخام، عفوا، إذا المنظمة اسمها OECD Organization of Economic Cooperation and Development. دولة الاحتلال إذا كانت هذه الدول، يعني طبعا معدل، يعني معدل كل هذه الدول، زادت المديونية ب 115%، بينما ازدادت دولة الاحتلال يعني مديونية دولة الاحتلال ب 56%. إذا يعني أيضا المقارنة، فرنسا أعتقد 100% ازدادت نسبة مديونية، مع أنه في عام 2003 كان أقل بكثير، وكانت مديونية دولة الاحتلال أكبر. لما نتحدث عن نسب التطور والبحث، يعني التطور والبحث العلمي، ويعني دولة الاحتلال متطورة في هذا الصدد، يعني تستثمر فعلا في الجوانب العلمية فيما يخص التكنولوجيا والتقنية العالية. فكل يعني معدل OECD هو 2.34، اتحدث عن الاستثمار، عن فيما يخص نسبة يعني انفاق الدول والميزانية الدولة فيها بالنظر للناتج الوطني الخام. إذا OECD 2.37 و2.14 يعني حسب السنوات، الولايات المتحدة 2.74 2.62 عام 2000، فرنسا، المهم يعني دولة الاحتلال 3.93، ثم قفزت ل 4.11 من أعلى النسب، يعني حتى الدول المتطورة لا تنفق هذه النسبة من الناتج الوطني على البحث العلمي. لما نتحدث عن التقنية العالية، هي تشكل 18% من إذا كان حدا يعني يقرأ، لأنه عندي مش واضح، ممكن أشوف معلش، بس ممكن ترجعوا لإلها الإحصائيات. ناتج طيب من الناتج الوطني الخام، شكرا، 18% من مجمل الناتج الوطني الخام يشكله القطاع التقنية العالية. أيضا هي تشكل 30% من صادرات دولة الاحتلال. طبعا هذا فعلا نسب ضخمة، يعني تؤشر على تطور علمي معين فيما يخص هذا المجال. كان هنالك استطلاع للرأي قبل سنوات أقل بكثير.
إذا استطلاع للرأي كانوا يقولون، يعني يقال عن دولة الاحتلال أنها the startup nation، أي أنها دولة المؤسسات الناشئة، يعني هنالك كم كبير من المؤسسات الناشئة والكثير منها ينجح، لكن مع النجاح هم يذهبون إلى الخارج ويعيدون يعني بيع المؤسسة والماركة التجارية ويستثمرون في الخارج، لأن السوق الإسرائيلي صغير الحجم فلا تتوفر فعلا فرص بالنسبة لهذه المؤسسات. ف 99% من مدراء المؤسسات الناشئة كانوا يتصورون مستقبل مؤسساتهم خارج دولة الاحتلال، لكن هذا التوجه تغير منذ سنوات. ومع ذلك إذا ببقاء هذه المؤسسات داخل دولة الاحتلال تهاطلت عليها رؤوس الأموال، خاصة تلك التي توفر لديها فرص، يعني أين الاستثمار مثمر أكثر، فتعمل دولة الاحتلال على التحول من مؤسسة يعني من دولة ناشئة إلى دولة متنامية، إلى دولة المؤسسات المتنامية التي يعني يزداد حجمها يعني تنجح. أما نقاط الضعف فنرجع للعامل الاجتماعي. تذكرون عنوان هذه الشرائح هي الاقتصاد الاجتماعي، أي الاقتصاد وعلاقته بالعامل البشري. فنقاط الضعف في دولة الاحتلال هي اللامساواة الاجتماعية البارزة، يعني هناك تعلمون لما يكون هنالك شرخ مجتمعي فلا يمكن أن حتى أقوى دولة في العالم تنهار بذلك بفعل ذلك، إن كان على المستوى أو المدى المتوسط أو الطويل. فمعدلات الفقر أعلى من متوسط دول OECD، مع أنه زي ما شفنا أن نسبة النمو أعلى ونسبة التشغيل أعلى، رغم ذلك فمعدلات الفقر أعلى من هذه الدول. فالعامل الاجتماعي يشكل أحد أبرز نقاط الضعف. يقول بروفيسور جيلبرت بن حيون، وهو رئيس مجموعة إكس لما يسمى بالسلام الاقتصادي، إذن يضم باحثين وأكاديميين ويعمل كلوبي ضغط لأجل ما يسميه بالسلام الاقتصادي، عفوا قلت الاجتماعي، فيقول أن اللامساواة الاجتماعية، تحدث عن دولة الاحتلال، هي أحد المشاكل الخطيرة على المستوى الداخلي، وهو طبعا مختص في التنمية الاقتصادية. يقول من شأنها أن تقوض النمو الاقتصادي على المدى الطويل. إذا لما نتحدث عن المساواة اللامساواة الاجتماعية وهذه التظاهرة في تل أبيب قبل سنوات للمطالبة بالمساواة الاجتماعية وحشدت آلاف البشر، آلاف المستوطنين، ما نتحدث عن هو نعم هو جزء استاذ حسن، يعني الاهتمام بالمياه، الاهتمام يعني حتى ضمن الاستراتيجية التوسعية، لكن ركزت لهم ربما على العوامل الأبرز يعني في الاقتصاد الإسرائيلي. فاللامساواة الاجتماعية يعني هناك لامساواة طبعا يهوديين، يهود فلسطينيين، اليهود متدينين مع يعني والتناقض مع المتزمتين والعلمانيين. تحدثوا عن اللامساواة بين المستوطنين والوافدين الجدد. المستوطنين طبعا لما تدر يعني لما ترى أبحاث غربية يسمونهم سكان أصليين، يعني وهذا مضحك نوعا ما، فهم مستوطنون لكن استوطنوا الأرض قبل قرنين من الزمن، قبل قرن من الزمن، وهنالك نظرة دونية للوافدين الجدد. هنالك لا مساواة اجتماعية بين سكان المنطقة الوسطى، أي يعني تل أبيب الوسطى الغربية، وسكان المناطق الشمالية والجنوبية الذين هم على تخوم على يعني حدود فلسطين المحتلة، هم على الأطراف يعني، وبذلك هم مهمشين أكثر. نعم هو يعني فيما يخص المياه هم متطورون جدا في هذا المجال، ويعني اعتقد ايضا يعني حصلوا على جوائز فيما يخص اقتصاد الماء ويعني هذا. في 2014 تقول الاحصائيات ان الاطفال يعني 778,500 تحت خط الفقر، يعني هذول من الاطفال، فنتحدث عن 445,000 أسرة إسرائيلية تعيش تحت خط الفقر. وإذا رجعنا يعني للإثنيات يعني تجدهم أغلبهم أيضا من إن كان العرب أو الأفارقة.
أو حتى الفلسطينيين، لأن هناك يعني نسبة فقر عالية في لدى الوسط الفلسطيني في دولة الاحتلال. متوسط معدلات الفقر لدى الأسر نتحدث عن 29%، يعني يمثلون معدل الفقر يعني لدى الأسر، 29% من الأسر هي تحت مستوى الفقر. لما تقارن يعني بين الفلسطينيين واليهود المتزمتين ترى أن 57% من الفلسطينيين تحت خط الفقر الفلسطينية الداخل، واليهود المتشددين 67%. عفوا. بما أنه في بس شريحتان، فالصورة اليمينية لمعرض لفلسطيني لفنان فلسطيني جميل جدا يعني حدث في مدينة حيفا قبل يمكن سنتين أو سنة، اسمه قرى غير ألعاب غير معترف فيها، فيتحدث عن القرى غير المعترف فيها في النقب وألعاب الأطفال، يعني هي صور واقعية ومعرض جميل. بقي بس يعني شريحة واحدة هي يعني تتحدث عن الشرخ المجتمعي، فنتحدث يعني يمكن أكثر عن المستقبل، مستقبل دولة الاحتلال فيما يخص العامل البشري. فالفلسطينيين واليهود المتدينين سيمثلون في 2059 50% من المجتمع، وهذه النسب هي الأقل مشاركة في الإنتاجية، طبعا نرجع للعنصرية، لكن أيضا هم الأقل مشاركة في جيش الاحتلال. طبعا اليهود المتدينين لهم أسبابهم، يعتقدون أنه يحرم عليهم المشاركة في جيش الاحتلال. الفلسطينيين طبعا لأنهم شعب واقع تحت الاحتلال، فمش معقول أنهم يشاركوا في جيش احتلالي. فالواقع يقول أنهم الأقل مشاركة في، طبعا يعني أقل انخراط في جيش الاحتلال، وما يعنيه ذلك من ميزانية تصبح ضئيلة أكثر فأكثر في يعني ميزانية الجيش بالمقارنة مع موارد بشرية أقل أيضا. فمع اللامساواة وتوسع الشرخ الاقتصادي هنالك يعني إذا فجوة، يعني ورأيناها عبر تاريخ دولة الاحتلال، وهنالك شعور باللاأمن يعني يتعزز أكثر فأكثر، هنالك احتمال زيادة الهجرة، يعني هجرة يد عاملة، لكن يد عاملة يعني بين قوسين ناجحة، يعني المفكرين الأكاديميين. نعم أنا يعني الشريحة الأخيرة وأعتذر بشدة، يعني فقط أنه النسب تقول أن 20% من في 2014 20% من سكان فلسطين المحتلة هم فلسطينيين، سيكونون 23%، 15% بالنسبة لليهود المتدينين سيصبحون 19%، وسيكون هنالك تضاؤل لباقي المجتمع، أي اليهود التقليديين والعلمانيين، وهذا ما يقلق الخبراء الاقتصاديين. الشريحة الأخيرة هي فقط مراجع مهمة، يعني أنا استوحيت منها هذا العرض البسيط، فمراجع عربية مراجع أجنبية. الصورة الخلفية فعلا تلهمني أنا كثيرا، لأن شارك فيها الشهيد بهاء عليان، يعني تتذكرون هي صورة، شكرا، نعم بتصور صورة أكبر يعني صف بشري حول أسوار القدس، يعني هي للقراءة للمطالعة، تتذكرون هذا الحدث قبل استشهاد الشهيد عليان. فهي صورة ملهمة أنه فعلا علينا أن نقرأ، علينا أن نطلع، علينا أن نكون يعني أناس لديهم رسالة، وبتصور أن الكتب ممكن تقدم جزء من هذه الرسالة. شكرا لكم على